أكد المهندس الحسيني تاج الدين والد السباح المصري محمد الحسيني أن مهمته كانت صعبة للغاية مع نجله حتى صار بطلا في السباحة، مطالبا كل أسرة ترزق بأطفال متلازمة داون الوقوف خلفهم لإثبات وجودهم وتحقيق النجاح لأنفسهم وللمجتمع. الحمد لله محمد اوريدي كمان في ثالثه اعدادي في مدرسه هارفرد، مدرسه عاديه ناشونال، وطلع اولى ثانوي، نجح في ثالثه اعدادي وجاب 90% وطلع اولى ثانوي، فكانت دي مهمه صعبه جدا. عايز اقول بقى اهم حاجه من النقطه دي كلها، اي اب اي ام جالهم ربنا رزقهم بطفل زي ده ما يقولش ده بركه واحطه جنب بتاع في البيت، لا انا عانيت، انا عرفت الموضوع دوت الساعه 1:30، الساعه 3 كنت عمال اعيط في الجامع، بس خدت رحت دكاتره هندسه وراثيه علاج طبيعي تخاطب، كنت مصمم ان يطلع منه حاجه. الاطفال دول بيبقى ليهم حاجه العضلات بتاعتهم مرتخيه متاخرين في الكلام، لا محمد مشي عنده وهو عنده سنه ونص سنه وشهرين اتكلم طبيعي، بس هم لسانهم طين. انا اوريدي كنت بدي له 4 جلسات تخاطب في الاسبوع، 4 جلسات علاج طبيعي في الاسبوع مع اكبر ناس عند الهندسه الوراثيه دي، كنت ماشي معاه على طول لغايه ما دخل 5 سنين، دخل السباحه كان معاه كابتن وليد كان جله وجري، دخل السباحه من 5 6 سنين. دعم كويس جدا السيد احمد ابو هشيمه، عمل دعم كويس، انا بقول كويس.